يا جماعة، بيني وبينكم تسيبوا الجمال والحلاوة دي وتروحوا للمش عارف ايه؟ ما تخليك يا عم في جمالك وفي حلاوتك ده. انت جميل جمال مالكش مثال، بالراحة كده. الله يبارك لك يا اهلاوي ويا اهلاوية، ما تشغلوش نفسكم بالرد على الكلام الفارغ. عايز ترد؟ تعال بص اسمعك عشان تعرف ترد. مين اعظم مدرب في العالم السنة اللي فاتت؟ مين؟ جوارديولا؟ اسمع يا عم جوارديولا. I had a really, really team. It's incredible followers. I was in Egypt in holidays with my family, and I was really impressed how people is crazy about you know, about that team. And yeah, it's yeah, they make a really good tournament. The first game against Fluminense, they play really good and make the yeah third best team of the world. ده عمنا جوارديولا أعظم مدربي العالم. مفيش فصال ولا في كلام. بذمتك تسيب جوارديولا وتهتم بكلام مش عارف مين؟ بلاش جوارديولا. مين رئيس الفيفا؟ مين رئيس الاتحاد الدولي؟ انفنتينو؟ اسمع انفنتينو. Big club in Africa, in Egypt, qualified for the FIFA Club World Cup many, many times. Great tradition, great players. I always enjoy when I see, when I watch Ali playing because great football. So continue like that. Egypt is a great country. It's a great football country. It's close to my heart, the heart of all of us. ده انفنتينو قال لك مصر بلد عظيم، مصر بلد كبير، مصر بلد رائع، وقال لك الاهلي بقى النادي العظيم والنادي والنادي والنادي، وخليكوا في اللي انتوا فيه، بتقدموا كوره حلوه، بتعملوا حاجات جميله. تسيب انفنتينو بقى ابنك انت يضحك عليا انا ويقول لي الاهلي هو لوحده في العالميه؟ بقى ابنك انت يضحك عليا انا يقول لي انفنتينو وجوارديولا بيتكلموا على اهلي وانا لا؟ طب اسمع كمان يا عم. تحب ريال مدريد؟ اذا كنت برشلوني جبنا لك جوارديولا، اذا كنت مانشستراوي برضه جبنا لك جوارديولا، اذا كنت في الكوره كلها من اولها لاخرها جبنا لك الراجل اللي بيحكم عالم كره القدم. لكن يا سيدي تعال انشيلوتي عشان ما تزعلش. Alla Liga es un equipo que tiene una gran historia, una de las historias más importantes del fútbol mundial, ha ganado muchos títulos, tiene una gran historia, tiene experiencia en estas competiciones porque ha jugado muchas veces de este mundial. Es un equipo que tiene una buena organización, con jugadores que son hábiles, rápidos, en frente. Entonces, va a ser un partido igualado, competido. Ellos tienen, creo, la misma gana que tenemos nosotros de ganar esta competición, este título, como todos los equipos que están involucrados. Tenemos mucho respeto de ellos. Y sobre todo de, como he dicho, de un club que tiene una historia muy grande y muy importante en el fútbol africano. Un club que tiene una historia así grande, es, obviamente tiene aficionados que están muy cerca del equipo. Yo creo que el estadio mañana está lleno de gente. Ancelotti, Guardiola, Infantil, والله العظيم ثلاثة ممكن أقعد معاك كل الصبح عشان أعرفك قيمة النادي الأعظم في بلدك. قيمة النادي الأكبر في بلدك، قيمة النادي اللي مشرفك، قيمة النادي اللي رافع راسك، قيمة النادي اللي عامل لك سعر في الكورة في العالم كله، وهو النادي الأهلي. لازم تبقى عارف كده. ده الكل كده يروح يتمسح على بوابة النادي الأهلي ويقول يا ريتني كنت أهلاوي، يا ريتني كنت بشجع النادي الأهلي، يا ريتني كنت بلعب في النادي الأهلي. اللي بيعدي كده من جنب سور النادي الاهلي بيقف ياخد الصور، يقول لك دي صوره للتاريخ عشان انا بمر من جنب سور اعظم نادي جه في تاريخ مصر، كان ويظل وسيظل باذن الله. ده النادي الاهلي. حضرتك لازم تعرف قيمه ناديك. حضرتك لازم تعرف قيمه النعمه اللي انت فيها في عالم الرياضه وفي عالم كره القدم. والله لولا الاهلي على مصر في العشرة 15 سنة اللي فاتوا ولا كان لنا وجود على الساحة خالص. النادي الأهلي يا جماعة وداك في مكانة عظيمة، في مكانة كبيرة، في مكانة بعيدة خالص. طب سيب ده كله يضحك عليا أنا ويقول لي مش عارف إيه. ما هو طبيعي يا جماعة، ما هو لازم يضحك عليا أنا ويقول له كده.
ما هو لازم، ما هو الطبيعي. بس انا اللي بستغربه واللي مندهش له، انتوا ازاي رايحين مع الكلام ده؟ انتوا ازاي الكلام ده؟ والله انتوا ازاي الكلام ده بيشغلكم؟ والله ما بيشغل مني ثانيه خالص على الاطلاق، ولا ينفع يشغل مني ثانيه، ما ينفعش اصلا. ازاي انا اتشغل اسهر وانشغل انا ليه بايه؟ انا اشتغل بالتحضير لبطولاتي، اشتغل انشغل لان انا عندي يوم 14 كمان 5 ايام مباراة على كاس جديدة اسمها كاس التحدي مع فريق صعب قوي، فريق بوتافوجو البرازيلي، فريق صعب 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 جدا، ومباراة صعبة جدا، وناس كتيرة هتستنى الله لا يقدر الاهلي يقع عشان يقول لك بص شوف حصل ايه. عشان كده لازم نكون على اعلى مستوى وعلى افضل مستوى وفي احسن حال في هذا اللقاء. ده فريق لسه جايب لعيب من ريال بيتس ب 35 مليون دولار، فريق صاحبه امريكاني وبيصرف بالعبيط. انتوا بتتكلموا في ايه؟ وبعدين في شهر 6 رايح كاس عالم، هتلاعب انتر ميامي ميسي وبوسكيتس وسواريز، هتلاعب بورتو البرتغالي، هتلاعب بالميراس البرازيلي. احنا عندنا تحديات كبيره، احنا مش فاضيين للكلام الفارغ. ما هو واحد، انا بقول لك انت داخل على الدور الالف، هو لسه مش عارف يوصل للدور السادس، فلازم يتجنن منك يا جماعه. انتوا بتتكلموا ايه؟ حاجه عجيبه جدا وحاجه غريبه جدا. ما هو لازم مسافات اميال، الاف الاميال والكيلومترات يا جماعه، والسنوات الضوئيه وكل انواع السنوات. بذمتكم تسيبوا كل العظمه اللي انتوا فيها دي عشان مش عارف تروحوا تردوا على مين ولا تقولوا مين ولا ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتهزروا ولا بتتكلموا جد؟ اكيد كنتوا بتهزروا.